اكدت المملكه العربيه السعوديه دعمها لكافه الاجراءات القضائيه التي تتخذها مملكه البحرين لمحاربه التطرف والارهاب بصوره واشكاله كافه بما في ذلك القرارات التي تم الاعلان عنها ضد الجمعيات والتنظيمات المثيره للفتن المذهبيه والطائفيه وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية تضامن السعودية ووقوفها إلى جانب البحرين فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها وبما يصون وحدتها ونسيجها الاجتماعي